بكم النهاردة معادنا مع يونت 8 الوحدة التامنة من منهج كونكت التانية ابتدائي. عنوان اليونت بيقول A trip to the store يعني جولة في المحل. زي ما احنا شايفين كان الأسرة بتشتري بعض المستلزمات الدراسية. هنقرأ الدرس مع بعض سريعا والتفاصيل كلها بعد قليل. معنا هنقرأ الكلمات بسرعة: Pencil case اللي هي المقلمة، Toys اللي هي الألعاب أو العرائس اللعبة، Scissors اللي هو المقص هو واحد بس هتلاقي آخره S هو بيعامل معاملة الجامعة، Scissors المقص، Calculator اللي هي الآلة الحاسبة، Oranges اللي هو البرتقال، Paints ألوان، Notebooks اللي هي الكراسات، Rollers مساطر، Lemons اللي هو الليمون، Bag حقيبة، Nuts هنا مكتوبة فول سوداني بس هي برضو معناها مكسرات، Figs اللي هو فاكهة التين، Colored paper اللي هو ورق ملون، Paint brushes اللي هي الفرش بتاعة التلوين. دلوقتي معادنا مع الفوكابلري اللي هي الكلمات. الكلمة بقت سهلة، احنا بننطقها كل مرة vocabulary والجمع بتاعها vocabularies او vocabs. معانا trip، هتلاقوني دايما بقول حرف التي لازم يتنطق كده النطق الصح بتاعه، trip زي تشي، trip يعني رحلة قصيرة، store اللي هو المتجر او المحل اللي بنشتري منه. نركز مع الكلمة دي عشان الكلمة دي تقيلة شوية على الأولاد، Stationery Shop محل لبيع الأدوات المكتبية. هقولها تاني الكلمة الأولانية بالتحديد، Stationery School Items اللي هي الأدوات المدرسية، Black أسود، Red أحمر، Apples تفاح Parents اللي هم الوالدين. بيقول لي study the following، هنشوف نقرأ مع بعض كده نشوف ايه اللي مكتوب. Honey and Hannah are at the stationery shop with their parents. قولتين، Honey and Hannah are at the stationery shop with their parents. يعني هاني وهنا في محل اللي بيع الأدوات المكتبية مع بابا ومامته. A stationery shop sells school items. هنا بيعرفك يعني ايه stationery shop. تاني، A stationery shop sells school items يعني محل الأدوات المكتبية بيبيع الأدوات المدرسية. There are blue pencil cases. اول ما تقرا there are اعرف ان الكلمه اللي هيتكلم عليها تيجي جمع. There are blue pencil cases، توجد مقلمات لونها ازرق. There are black pens توجد اقلام سوداء. There are blue pens and red pens بتوجد أقلام زرقاء وأقلام حمراء. معنا دلوقتي في song، هنعمل بقى ايه song دي يعني أغنية بس الفيرب اللي مكتوب عندك أو رأس السؤال sing يعني بقولك غني. طيب هنغنيها مع بعض كده بقى معايا. Are there any apples? Are there any oranges? Are there any nuts? Yes, there are.
Are there any banana? Are there any lemons? Are there any figs? No, there aren't. زي ما احنا شايفين في الصورة هو بيحاول يعلمك الكلمات عن طريق السونج، عن طريق الأغنية. هنا بقى اللانجوج فوكس، احنا محتاجين نركز على ايه، او الجرامر اللي موجود في اليونت بتاع يونت 8 A Trip to the Store. معانا there are ومعانا there are not او there aren't. there are اللي هي يوجد للجمع، بيجي وراها اسم جمع، و there are not او there aren't يعني لا يوجد. بحب ايه انفي اقول there aren't، وافتكر ان لازم اجيب بلورال او اسم جمع. نشوف اول حاجة there are زائد اسم جمع. there are blue pens. there are blue pens. عندي في تلات اقلام كده، يبقى خلاص ده pens يعني جمع، يبقى لازم اقول there are. there are fags. there are fags يعني بيوجد ايه، تين، شايفين اكتر من واحدة، لازم اقول there are. برافو. النيجاتيف بقى اللي هي صيغة النفي، هقول ايه؟ there aren't. there aren't زائد الاسم الجامعة. ركز عشان لما هيجيب لك الجملة هيجيب لك صورة قدامها، ادعيني دايما على الصورة قبل ما اقرأ الجملة. there are not any black pens. there aren't any black pens يعني مفيش او لا يوجد اقلام لونها اسود، لان الاقلام اللي قدامك دي لونها ايه؟ لونها احمر. الجملة الاخيرة there aren't any oranges. there aren't any oranges يعني لا يوجد برتقال، لان الصورة اللي موجودة موجود فيها ايه؟ فيها تفاح. لاحظنا حاجة هنا مع there aren't، there aren't في كلمة اسمها any، في حاجة اسمها ايه؟ any. any دي بتيجي في الجملة المنفية. نيجي بقى للquestion. question اللي هو السؤال. اما احب اسأل على الجملة اللي انا اتكلمت عليها دي قبل كده، فاكر لما قلت قبل كده بنعمل حركة المقص، بجيب بقى هو كان بيقول لي there are، هقول are there، اقول ايه؟ are there، وهجيب في السؤال الكلمة اللي قلتها لكم من شوية، كلمة any. يعني هنا حط في بالك بقى وحط في دماغك كل ولي امر، معلش، كلمة any بتيجي في الجملة المنفية وبتيجي كمان في السؤال. are there any زائد اسم الجمع يعني هل يوجد للجمع. نشوف السؤال بقى والإجابة وعينك على الصورة. are there any lemons. are there any lemons هل يوجد ليمون قدامك في الصورة. yes there are. السؤال الثاني، بص للصورة ما تنساش. Are there any lemons? Are there any lemons? هل ده ليمون؟ لا، ده oranges. يبقى هقول ايه؟ النفي بقى. No, there aren't. No, there aren't. وزي ما قلت لك بيقول لك نستخدم any في السؤال والنفي. Practice ده بقى، التمرين ده بيقول لي underline the correct word in practice. Underline the correct word in practice. يعني ضع خط تحت الكلمة الصحيحة. يعني بعمل choose، بختار. number one there، عندي واحد يقول لي دلوقتي ما هي there بتيجي مع is وthere بتيجي مع are. برافو. ابص بقى على الكلمة اللي في اخر الجملة، لو هي مفرد هختار is، لو هي جمع هختار ايه؟ هختار are. يبقى حل هنا ايه؟ there are pencils. there are pencils. برافو. number two no there، في حد برضه هيقول no there isn't و no there aren't. هفكرك اقول لك نبص على اخر كلمة، لو جمع هقول aren't، لو مفرد هقول ايه؟ isn't. وكده كده مفيش عندك isn't اصلا في الاختيارات. طيب نشوف no there not any pens، يبقى no there aren't any pens. نيجي number 3 are there not bananas. هنا بيقول لي some و any و a. فاكر لما قلت لك في السؤال بنستخدم any وفي النفي بستخدم ايه؟ بستخدم any. اما some مبدئيا كده بتيجي في الجملة المثبتة، بتيجي في الجملة المثبتة، هنتكلم عليها بعدين ان شاء الله. are there any bananas. number 4 there are not، محتاج كلمة جمع من الاختيارات دي. برافو. there are notebooks. there are notebooks. number 5
Are there any apples? Are there any apples? هل بيوجد أي تفاح قدامك؟ الاختيار بقى لو هجاوب بيس يبقى لازم الجملة تكون مثبتة. Yes, there are. Yes, there are. نيجي number two. Read and complete with. اقرأ وأكمل بي. عند الاختيارات pens or apples any. Number one. There not colored pencils. جملة مثبتة وتشير للجمع يبقى أنا محتاج إيه؟ برافو. Are. Number two. There aren't نقط بوكس. اللي يلزمني هنا دي جملة منفية واسم الجمع موجود وارنت موجود ناقصني ايه اللي بتيجي مع النفي. برافو. any. there aren't any box. there are red نقط. جملة مثبتة بتشير للجمع محتاج انا ايه بقى؟ محتاج الاسم الجمع. there are red. ها عندي يا ترى هختار بقى pins ولا اختار apples؟ ما هما الاتنين جامعة. ممكن ابص للجملة اللي فاضلة الاخيرة واقول there aren't blue نقط. يبقى انا محتاج مرة اقول there are ان فيه بيوجد ايه احمر ولا يوجد ايه ازرق. يبقى خلي الاحمر كده مع الابلز وخلي الازرق مع البينز. يبقى نمبر 3 هقول there are red apples. there are red أبلز على أساس خلي بالك إن التفاح بقول إيه يوجد تفاح أحمر. يوجد تفاح إيه أحمر. و there aren't blue pens. there aren't blue pens. look and answer. look and answer. بص للصورة كويس وأشوف الصورة دي فيها إيه. فيها فروت يعني فاكهة. فيها figs. فيها nuts. فيها lemons. فيها oranges. أبدأ أشوف الأسئلة اللي عندي. Number one, are there any oranges? Are there any oranges? هل عندك في الصورة دي any orange أي برتقال؟ آه عندي. بقول إيه؟ كنت بجاوب في الإثبات بقول إيه؟ برافو. Yes, there are. Yes, there are. Number two, are there any pins? ده فروت ده فاكهة يبقى مفيش pins. هقول إيه؟ No, there aren't. No, there aren't. Number three. Are there any lemons? في عندك ليمون شايفه كده في الصورة؟ اه موجود فعلا. هقول ايه؟ Yes, there are. Yes, there are. الاكتيفيتي اللي جاي ده بيقول لي match يعني هوصل. عندي في اربع صور واربع كلمات. ابص كويس قبل ما اوصل واقرأ الكلمات واخد وقت واركز عشان احل صح. عندي bag. هبدأ أعلمها bag. برافو. paints. paints اللي هي أدوات التلوين موجود عندي. آه موجود عندي. برافو. paint brushes. paint brushes اللي هي فرش التلوين موجودة. برافو. calculator. calculator اللي هي الآلة الحاسبة. السؤال ده بيقول لي look and circle the right picture. انظر ودع دائرة حول الصورة الصحيحة. جايب لك برضو كلمة وجايب لك صور في ثلاث صور. أبدأ أشوف الكلمة. number one pencils. فين pencils هنا في الصورة؟ أعمل عليها دايرة. number two scissors. scissors. scissors اللي هو المقص. فين هو؟ برافو. أحط عليه circle دايرة. box. box اللي هي الكتب. nuts. nuts. فين النuts هنا؟ فين الفول السوداني أو المكسرات؟ برافو. السؤال اللي بعد كده بيقول لي supply the missing letter. supply the missing letter اكمل حرف النقص. ذاكرنا الكلمات هنعرف نحل التمرين ده. لازم نذاكر ونحفظ الكلمات in letters بالحروف. دي صورة ايه؟ pants. برافو. rollers. lemons. scissors. notebook. colored paper. paint. brushes. pencils. برافو. برضو make a word. تمرين بتاع كل يونت بقى جايب لك كلمة وعامل حرف باللون الاحمر وشايل تحتي خط. يعني انت هتبدأ الكلمة بالحرف ده. يعني عندك مثلا هنا في ايه؟ box. برافو. دي هتبقى ايه؟ rollers. برافو. oranges. ها scissors. rearrange the following sentences. اعد ترتيب الجمل الاتية.
الكلمة الكيورد اهي اسمها there هبدأ بيها وعندي are وعندي bins وعندي blue. يا ترى هقول ايه؟ there برافو are ها blue bins برافو there are blue pins يعني بيوجد اقلام لونها ازرق. number 2 عندي pencils وعندي are وعندي red وعندي there وعندي any وعندي question mark اللي علامة الاستفهام يعني ده سؤال لازم ابدأ بار زي ما هو شايل لي خط كده وبقول لي are there any red pencils are there any red pencils واحط علامة الاستفهام. look at the pictures and complete with هبص للصور واكمل الكلمة الناقصة من الكلمات اللي جايبها لي. جايب لي paints red toys scissors. الصورة الأولانية بيقول لي there are فاكرين لما قلت لك إن scissors ده مقص واحد ولكن بيعامل معاملة الجمع. معاملة الجمع يعني بقول there are ما حدش يقول لي ده مقص واحد أقول there is غلط. بعد كده قدام إن شاء الله في مرحلة تانية هبدأ أعلمكم الدرس ده كويس. there are برافو scissors. الصورة التانية زي sell يا ترى هما بيبيعوا هنا إيه؟ زي sell إيه؟ صورة إيه دي؟ برافو toys. هنا there are red pens برافو. اخر واحدة there are pants there are pants بيوجد ادوات تلوين. عند الكابي هنا بيقول لي are there any notebooks are there any notebooks هل يوجد اي كراسات؟